نتقدم اليوم وإياكم لنكرم معلما بذل المال والجهد والوقت والنفس لإسعاد طلابه وإسعاد المدرسة. نتقدم اليوم جميعا لنكرم معلما علمني أنا في الصف الرابع الابتدائي عام 1986. نتقدم اليوم جميعا وإياكم لنكرم معلما سيرتجل بعد أيام قلائل من صهوة جواد العمل الميداني المدرسي. في هذا الصرح العريق رجال أجلاء خدموا الوطن وعملوا على رفعته ونهل الجميع من علمهم الواسع الغزير. على مدى 44 عاما كان للجميع معلمين وطلاب، نعم الأخ والصديق والمثال الأصدق للعلم وجسور المعرفة لجميع أجيال المستقبل الموعود. فله منا ومن أجيال هذا الوطن العزيز جزيل الشكر، جزيل العرفان وكل التقدير. اليوم وهو يغادرنا نقول في حقه تعجز الكلمات وتتبخر المعاني وتطير الأفكار. في حقه يجب قول الكثير والكثير وسرد التفاصيل، إن أوجزنا قصرنا وإن أطلنا ضيعنا، وفي الأخير لن نستطيع أن نفي حقه، فوزنه ذهب لا يقدر بثمن. أستاذنا ومعلمنا وصديقنا العزيز أستاذ عبد الله العامري، إن قلوبنا تدعو لك بالتوفيق والنجاح في معترك الحياة القادم، ونتمنى أن تتبوأ أعلى المراتب في مجالات الرقي القادمة. ما لي غيرك أحد أدعو وأترجى، ربي أحبك للأبد، لولاك قلبي تاه، دوما عليك المعتمد في كل ما ألقى. ربي أحبك للأبد، لولاك قلبي تاه، دوما عليك المعتمد في كل ما ألقى.